وتبرهن الترشيحات النيابية على أن المرأة عازمة على مواصلة جهودها الرامية للقيام بدورها في المجال السياسي، مستندة على دستور مملكة البحرين الذي يكفل كامل حقوقها في المشاركة في الحياة السياسية. كعادتها دائما تثبت المرأة البحرينية كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام ومسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف المجالات، حيث تعد المرأة البحرينية شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة في إطار المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلتها مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، لا سيما ما يتعلق بحصولها على حقوقها السياسية كاملة، بالإضافة لما يشكله المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه عام 2001 حتى اليوم من نقلة حضارية متميزة في مسيرة العمل النسائي. ومن أبرز مظاهر الحقوق السياسية للمرأة البحرينية هي المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ترشيحاً وانتخاباً، وهو الذي نجحت به المرأة البحرينية، حيث سبق لها الوصول للمجلس التشريعي بدعم من المجلس الأعلى للمرأة بتسخير كل الموارد البشرية والمالية بوضع وتنفيذ عدة برامج متنوعة تستهدف تمكين المرأة وتهيئتها من منطلق إنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتقديم المساعدة الفنية للمرشحات التي ينوين المشاركة بهدف تعزيز قدرتهن على المشاركة والمنافسة في الانتخابات، حيث تم تسجيل أعلى عدد من المترشحات في تاريخ الانتخابات البحرينية، إذ وصل عدد المترشحات إلى أكثر من 40 مرشحة، وذلك بزيادة تبلغ الضعف عن أكبر مشاركة للمرأة في الانتخابات النيابية السابقة، فيما بلغت نسبة المترشحات 13% من إجمالي المترشحين الحاليين، وهو ما يبرهن على أن المرأة البحرينية عازمة على مواصلة جهودها الرامية للقيام بدورها في المجال السياسي. كما أعلن دخول أول امرأة للمجلس البلدي في دورته الحالية بالتزكية. الحضور الفاعل للمرأة البحرينية في ساحات العمل السياسي وغيره له الدور الكبير في إكمال منظومة العمل الديمقراطي والمتدرج منذ عقود، فضلاً عن أنه يتسم بالتصاعد والتطور الملحوظ، فلطالما وضعت المرأة البحرينية بصمتها في مختلف المجالات العملية لا سيما الانتخابات النيابية والبلدية.